مشاهدينا السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة، نبدأها بأبرز العناوين. بمباركة سامية تدشين مسار الناشئة في البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب. جامعة الدول العربية تدعو لوضع ميثاق شرف لممارسي العمل الإعلامي في العالمين العربي والإسلامي. استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بجراحه في مسيرات العودة وكسر الحصار بقطاع غزة. كما تتابعون أيضا في أخبارنا الاقتصادية، ارتفاع إنتاج المصافي والصناعات البترولية في السلطنة بنسبة 27% في نهاية يونيو من العام الجاري. وفي النشرة الرياضية تتابعون، نادي بالميراس البرازيلي يقدم مدربه الجديد لويس فيليبي سكولاري بمدينة ساو باولو بعقد يمتد حتى عام 2020. إلى التفاصيل. بمباركة سامية من لدن جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، دشن ديوان البلاط السلطاني مسار الناشئة في النسخة الأولى من البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب، بهدف تمكين الشباب العماني وتزويدهم بالقيم والمهارات والمعارف اللازمة للنجاح في ميادين العمل المستقبلية، كي يكونوا مستعدين لعصر الثورة الصناعية الرابعة وفق الرؤية المستقبلية للسلطنة. دشن ديوان البلاط السلطاني برنامج مسار الناشئة في النسخة الأولى من البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب، والذي يستهدف 3000 شاب وشابة من مختلف محافظات السلطنة ويستمر على مدى عامين. المسار الأول من البرنامج الناشئة سينطلق بمشاركة 150 من الطلبة المجيدين من الصفين 10 و11، تم اختيارهم من 1000 طالب وطالبة رشحتهم وزارة التربية والتعليم من مختلف المحافظات، وسيشرف على تعزيز قدراتهم ومهاراتهم فريق عمل من الخبراء بالتعاون مع جهات عالمية متخصصة، وسيستمر حتى 17 من الشهر الجاري، حيث سيتم بعدها قياس إنجاز الطلبة بناء على قدراتهم في ابتكار حلول إبداعية للتحديات اليومية التي يواجهونها. أما المسار الثاني الشباب فسينطلق في منتصف الشهر الجاري 1000 مشارك ومشاركة من الفئة العمرية 18 وحتى 29، تم اختيارهم من بين طلبة وموظفين في القطاعين الحكومي والخاص وحتى الباحثين عن عمل من خلال منصة يوديسيتي للتعليم الإلكتروني، وسيتمكن كل مشارك من دراسة أحد 3 تخصصات وهي علوم البيانات والبرمجيات والتسويق الرقمي، مما سيؤهلهم للحصول على شهادة النانو. دعا مؤتمر جامعة الدول العربية وتحالف الحضارات إلى وضع ميثاق شرف لممارسي العمل الإعلامي بما في ذلك صحافة المواطن، وذلك بما يتوافق مع المعايير المهنية الدولية. المؤتمر حث الإعلاميين في العالمين العربي والإسلامي على امتلاك ما وصفه بمنظومة حديثة من أدوات التواصل الإعلامي بمختلف اللغات والعمل على نقل الصورة الحقيقية عن الثقافة العربية الإسلامية إلى مختلف الشعوب. وأكدت الجامعة العربية في بيان لها أن المؤتمر الذي عقد بالقاهرة حث المؤسسات الإعلامية على مراعاة التنوع الثقافي في غرفة تحرير الأخبار، وذلك لضمان أن يتم تغطية الأخبار ذات الصلة بالموضوعات الإثنية أو العرقية بشكل موضوعي. ونوهت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من أهميتها كأداة لنشر المعلومات لا ينبغي أن تكون مصدرا رئيسيا للأخبار.
مشيرا إلى ضرورة التحقق من الأخبار التي تأتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما شدد المؤتمر على أهمية توافر الشفافية في نقل المعلومات لوسائل الإعلام، وذلك لدعم تغطية إخبارية موضوعية مع مراعاة التمييز بين الأخبار الملفقة والأخبار الحقيقية. استشهد طفل فلسطيني متأثرا بجراحه التي أصيب بها في مسيرات العودة وكسر الحصار أمس الجمعة وسط قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الطفل البالغ من العمر 15 عاما استشهد اليوم إثر إصابته بطلق ناري في البطن، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 157 شهيدا منذ بدء احتجاجات مسيرات العودة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقس أندرو برانسون لا تناسب شريكا استراتيجيا وتنم عن عدم احترام لتركيا. وقال أردوغان إنه أصدر أوامر بتجميد الأصول المملوكة لوزيري الداخلية والعدل الأمريكيين في تركيا، مضيفا أن بلاده لا تريد أن تصل العلاقات مع الولايات المتحدة إلى وضع يخسر فيه الجميع. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على وزيرين تركيين على خلفية قضية القس برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهمة دعم الإرهاب والتجسس. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن تهديدات بكين بفرض رسوم جمركية جديدة مشددة على بضائع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار مبررة تماما وضرورية. وأعلنت الصين استعدادها لاتخاذ مثل هذه الخطوة ردا على تشديد موقف واشنطن التي هددت مؤخرا بزيادة الرسوم الجمركية على ما قيمته 100 مليار دولار من البضائع الصينية المستوردة من 10% إلى 25%. وعلقت وزارة التجارة الصينية في بيان فرض هذه الرسوم الجمركية المشددة الجديدة على تحركات الولايات المتحدة. وأكد وانغ يي على هامش منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان أن هذه التدابير المضادة الجديدة تهدف أيضا إلى تعزيز نظام التبادل الحر العالمي الذي تدعمه منظمة التجارة العالمية. في سنغافورة وفي ثاني أيام اجتماع وزراء خارجية رابطة جنوب شرق آسيا آسيان، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم نحو 300 مليون دولار في تمويل أمني جديد لدول الآسيان في الوقت الذي تمضي فيه الصين قدما في خطط لتعزيز ارتباطها بالمنطقة. تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بتقديم نحو 300 مليون دولار في تمويل أمني جديد لدول جنوب شرق آسيا في الوقت الذي تمضي فيه الصين قدما في خطط لتعزيز ارتباطها بالمنطقة. وكشف بومبيو النقابة عن هذا المبلغ للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء خارجية الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان ومسؤولين آخرين من أنحاء العالم في سنغافورة. في إطار التزامنا بتعزيز الأمن الإقليمي في منطقة المحيطين الهندي والهادي، يسعد الولايات المتحدة أن تعلن تقديم نحو 300 مليون دولار في شكل تمويل جديد لتعزيز التعاون الأمني عبر المنطقة بأكملها. وستعزز المساعدات الأمنية الجديدة الأمن البحري وتطور المساعدات الإنسانية وإمكانيات حفظ السلام ومواجهة التهديدات العابرة للحدود. كانت الولايات المتحدة قد قالت الأسبوع الماضي إنها ستستثمر 113 مليون دولار في مبادرات تتعلق بالتكنولوجيا والطاقة والبنية الأساسية في آسيا الناشئة، فيما وصفها بومبيو بأنها دفعة أولية في عهد جديد من الالتزام الاقتصادي الأمريكي بالمنطقة.
وتأتي هذه الرؤية الأمريكية لوجود منطقة حرة ومفتوحة في المحيط الهندي الهادي في نفس الوقت الذي تعزز فيه الصين نفوذها في إطار خطة الحزام والطريق لتعزيز العلاقات التجارية مع الدول في جنوب شرق آسيا ومناطق أخرى. ويرى محللون أن النزاع التجاري المتصاعد بين بكين وواشنطن يمكن أن يزيد أيضا التوتر بشأن مناطق إقليمية ساخنة مثل بحر الصين الجنوبي الذي تطالب الصين بالسيادة الكاملة عليه، بينما تطالب دول في جنوب شرق آسيا بالسيادة على مناطق فيه. أبدى وزير الخارجية الأمريكي تفاؤله بشأن عملية إنهاء برنامج كوريا الشمالية النووي، وأكد بومبيو على هامش قمة الآسيان في سنغافورة على ضرورة استمرار الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على كوريا الشمالية، منوها إلى أن بلاده تأخذ بجدية أي تراجع عن فرض تطبيق عقوبات الأمم المتحدة في حال عدم التزام كوريا الشمالية بالجدول الزمني لنزع السلاح والمتفق عليه بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. من جانبه، وصف وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ تصريحات الولايات المتحدة تجاه بلاده بالمقلقة، وقال ري يونغ في منتدى إقليمي لجنوب شرق آسيا إن واشنطن تسعى للحفاظ على العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، مضيفا أن بلاده شرعت في اتخاذ تدابير تعكس حسن النوايا ومنها وقف التجارب النووية واختبار إطلاق الصواريخ، وأن الولايات المتحدة لم تقابل تصرف بلاده بالمثل. من جانبها، أجرت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ وا محادثات مباشرة مع نظيرها الأمريكي مايك بومبيو في سنغافورة حول الجهود الرامية إلى إخلاء كوريا بشكل كامل من الأسلحة النووية، حيث اتفق وزيرا خارجية البلدين على مواصلة التنسيق عن كثب بين الحليفين رغم وجود عقوبات. وأطلعت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية نظيرها الأمريكي على أحدث التطورات في العلاقات بين الكوريتين والخطوات المستقبلية طبقا لوزارتها، مقترحة أن يواصل الحليفان اتخاذ جهود مشتركة لتحقيق هدف نزع السلاح النووي بشكل كامل وتحقيق سلام دائم على شبه الجزيرة على أساس التحالف القوي. دعت منظمة التعاون الإسلامي الحكومة والأطراف السياسية في أفغانستان إلى العمل على وقف العنف وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة. جاء ذلك مع تواصل أحداث العنف حيث قتل نحو 24 مسلحا في أفغانستان خلال عمليات عسكرية للقوات الأفغانية. وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أنه خلال 24 ساعة الماضية شنت القوات الأمنية 9 عمليات في أقاليم متفرقة، ونفذت كذلك غارات جوية على مخابئ لمسلحين من جماعات مختلفة. كما تم خلال العمليات العسكرية نزع فتيل 25 لغما أرضيا في أجزاء مختلفة من أفغانستان. نشرة العاشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وتتابعون بعد قليل. رسومات تعود لثلاثة آلاف عام بوادي تايرا في صحراء تشيلي. عبق فاح بين جنباتها فنفثت سلاما برائحة لبانها، حلقت عاليا نحو السماء فنقشت بأبجدياتها تاريخا جميلا، وبكرمها أمست مضرباً للأمثال
مهرجان صلالة السياحي 2018 من 10 من يوليو إلى 25 من أغسطس. بمباركة سامية، تدشين مسار الناشئة في البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب. جامعة الدول العربية تدعو لوضع ميثاق شرف لممارسي العمل الإعلامي في العالمين العربي والإسلامي. استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بجراحه في مسيرات العودة وكسر الحصار بقطاع غزة. في إحدى ضواحي مدينة تشوتشانغ الصينية، تمكنت امرأة من إنقاذ طفليها بعد اندلاع حريق مباغت في بناية سكنية. الأم الصينية استنجدت بالمارة أسفل البناية ورمت نحوهم غطاء أحد الأسرة من النافذة تمهيدا على ما يبدو لاستقبال طفليها، وعلى الفور قامت الأم برمي طفليها مباشرة إلى الغطاء، حيث نجح الأشخاص المجتمعون في التقاطهما، بينما فشلت الأم في الخروج من النافذة وانتظرت رجال الإطفاء الذين تأخروا في إنقاذها لتفارق الحياة لاحقا في المستشفى متأثرة بجروحها جراء الحروق، بينما نجا طفلاها سوى من بعض حروق طفيفة وكسور جراء السقوط. تجسيدا لعمق الروابط التاريخية بين السلطنة ورواندا، افتتح في العاصمة كيغالي جامع الريان. الجامع يسعى إلى ترسيخ القيم الإسلامية النبيلة الحاثة على نشر التسامح والأخلاق الفاضلة. لبث الدعوة الخالصة للإسلام والتسامح والأخلاق الفاضلة، افتتح في العاصمة الرواندية كيغالي جامع الريان تنفيذا لوصية الشيخ خلفان العيساري رحمه الله، حيث جسد هذا الجامع معاني المحبة والسلام وعمق الروابط التاريخية بين الشعبين العماني والرواندي، وهذا ما عكسته صورة الحضور الكبير من مختلف أطياف المجتمع الرواندي والجالية العمانية. وفي كلمته أمام الحفل، أكد الشيخ سالم هيتيمانا مفتي رواندا على العلاقة التاريخية بين الشعبين صديقين وعلى المشاعر الصادقة والتقدير، مما كان ثماره ترسيخ القيم الإسلامية النبيلة والتعاون في مختلف المجالات. كما ألقى فضيلة الشيخ كهلان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة كلمة أمام الحفل بين فيها مبادئ الإسلام السامية الحاثة على بذل الخير ومحاربة الفقر. أود في هذه السانحة المباركة أن أؤكد الرابطة تاريخية عريقة والتعاون مثمر وملموس بين الشعب العماني والشعب الرواندي قديما وحديثا. الشعب الرواندي نعتبر أنفسنا مدينين بالفضل للشعب العماني طوال حياتنا، ذلك لأن لعبوا دورا محوريا وطلعوا بدور ريادي في سبيل نشر دين الإسلام في هذه الدولة. يشتمل جامع الريان على مرافق متعددة كقاعة الصلاة الرئيسية والتي تتسع ل 1200 مصلٍ، ومصلى للنساء يستوعب 300 مصلية، فيما جهز الجامع بمكاتب إدارية وخدمية ومكتبة. وتشتهر رواندا بأنها منبع نهر النيل، وتتميز بمناخها الاستوائي والتلال البديعة والطبيعة الخلابة، فيما تعد السياحة أحد أكبر القطاعات في اقتصاد البلد. نتحول الآن إلى طلال بن أحمد الكلباني ومجموعة من الأخبار الاقتصادية. حياكم الله. ارتفع إنتاج المصافي والصناعات البترولية بالسلطنة في نهاية يونيو من العام الجاري بنسبة 27% حسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأشارت الإحصائيات إلى أن المصافي والصناعات البترولية زادت من إنتاج وقود السيارات العادي 91 بنسبة 36% ليصل إلى 6 ملايين و750 ألف برميل،
وفي المقابل انخفض إنتاج وقود السيارات ممتاز 95 بنسبة 23% ليصل إلى 5,940,000 برميل، وانخفضت مبيعاته بنسبة 25% لتصل إلى 5,630,000 برميل، فيما ارتفع إنتاج الديزل بنسبة 26% ليصل إلى 14,815,000 برميل. أشارت مجلة نيوز ويك الأمريكية بالجهود التي تبذلها السلطنة في سبيل تطوير الموانئ البحرية في إطار خططها لتنويع الاقتصاد الوطني. وقالت المجلة في تقرير لها إن السلطنة تسعى للاستفادة من موقعها الاستراتيجي على المحيط الهندي عبر تطوير موانئ صحار وصلالة والدقم ومشاريع الطرق لتتكامل مع خطط الحكومة في المجال اللوجستي، مشيرة إلى أن القوى الاقتصادية العالمية تنظر باهتمام للموانئ الموجودة في المحيط الهندي لأهميتها الكبيرة في التجارة الدولية. أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها تعكف حاليا على منح صلاحية لمكاتب التخليص الجمركي لإنجاز معاملات شهادات المنشأ الخليجية بجميع أنواعها الصناعية والزراعية والمنتجات الطبيعية. وكانت الوزارة قد قامت بتحويل إصدار شهادات المنشأ ورقيا إلى إصدارها إلكترونيا عبر بوابة استثمر بسهولة. ويأتي الهدف من تحويل خدمة تقديم وإصدار شهادة المنشأ الخليجية إلى خدمة إلكترونية لتسهيل الإجراءات على الأشخاص المصدرين والمؤسسات والشركات العاملة في هذا المجال، وتسريع استخراج شهادة المنشأ بدون الحاجة للحضور إلى الوزارة أو الإدارات التابعة لها، وإيجاد بيئة استثمارية محفزة ومناسبة توفر الوقت والجهد. بلغ إجمالي عدد الأنشطة العشرة الأكثر تسجيلاً في السجلات التجارية لدى وزارة التجارة والصناعة نحو 70,000 نشاط تجاري خلال الربع الأول من العام الجاري، ويأتي عدد الأنشطة مرتفعاً مقارنة ب 5,403 نشاطات تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام 2017. وأكدت دائرة الإحصاء بوزارة التجارة والصناعة أن نشاط مقاولات البناء والتشييد كان أكثر الأنشطة تسجيلاً بأكثر من 12,000 نشاط. وتحرص وزارة التجارة والصناعة على دعم قدرات قطاعي التجارة والصناعة من خلال تطوير وإعداد السياسات والدراسات والتشريعات وتنفيذها بشكل فاعل. فقد المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية في شهر يوليو الماضي 235 نقطة متراجعا للشهر الخامس على التوالي، وأنهى المؤشر تداولات الشهر الماضي على أكثر من 4,300 نقطة لترتفع خسائره خلال العام الجاري إلى 762 نقطة. وجاءت هذه التداولات في الوقت الذي سجل فيه الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الماضية من العام الجاري أداء إيجابيا، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من 7 مليارات ريال عماني مقابل 6,600,000,000 ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلا نموا بنسبة 6.5%. نهاية النشرة الاقتصادية، وعودة للزميل أحمد وما تبقى من نشرة العاشرة. إلى اللقاء. شكرا طلال. أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أسماء 9 رواد فضاء سينطلقون إلى الفضاء على متن صواريخ من إنتاج القطاع الخاص من الولايات المتحدة في أولى رحلات أمريكية فضائية مأهولة منذ عام 2011. هؤلاء هم رواد الفضاء 9 الذين حددتهم إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا للسفر في أول رحلات فضاء مأهولة تنطلق من أراضي أمريكية منذ انتهاء برنامج مكوك الفضاء في عام 2011. ومنذ إنهاء هذا البرنامج اضطرت ناسا للاعتماد على روسيا لإيصال روادها لمحطة الفضاء الدولية، وستحمل مركبتان فضائيتان طورتهما شركتا سبيس إكس وبوينغ الرواد
الذين أعلنت ناسا أسماءهم يوم الجمعة في رحلات تجريبية أولاً ثم في مهمات. والمركبتان هما كرو دراجون التي طورتها سبيس إكس وستار لاينر سي أس تي 100 التي طورتها بوينغ، ومن المتوقع أن تنطلق أول رحلة العام المقبل. جيم برينستاين مدير ناسا في مركز جانسون للفضاء في هيوستن: للمرة الأولى منذ عام 2011 نحن على وشك إرسال رواد فضاء أمريكيين على مركبات أمريكية من أراضي أمريكية. ومن بين الرواد التسعة المحددين من ناسا ليكونوا أفراد الطاقم هناك ستة رواد فضاء مخضرمين، ويمثل إعلان ناسا خطوة أساسية في برنامج الفضاء الأمريكي مع تحوله نحو القطاع الخاص لنقل شحنات ورواد فضاء لمحطة الفضاء الدولية. وقال كريس فيرغسون رائد الفضاء على متن مركبة ستارلاينر إن قيام الشركات التجارية بتقديم هذه الخدمات سيمكن ناسا من التركيز بشكل تام على مهمات استكشاف الفضاء، وسيسمح برنامج نقل الطواقم تجاريا بتوسيع استخدام محطة الفضاء الدولية. وقال مسؤولون من ناسا إن البرنامج ضروري لفهم التحديات التي تواجه الرحلات الفضائية المطولة ولتنفيذ مهمات في عمق الفضاء بما يشمل المريخ. وكانت سبيس إكس قد حصلت في عام 2014 على عقد بقيمة 2.6 مليار دولار، بينما فازت بوينغ بعقد قيمته 4.2 مليار دولار لبناء أنظمة تجارية لنقل الطواقم من وإلى محطة الفضاء الدولية فيما عرف بأنه تاكسي الفضاء. جولة الرياضة ضمن نشرة العاشرة، يوافيكم بها الزميل عبد الله بن راشد الكعبي. شكرا أحمد. وصل لاعبو منتخباتنا الوطنية للكرة الطائرة الشاطئية تقديم عروضها الفنية العالية في اليوم الثاني للبطولة العربية 27 للكرة الطائرة الشاطئية، والتي تستضيفها مدينة أكادير المغربية خلال الفترة من 31 من يوليو وحتى 7 أغسطس الحالي، حيث تمكنت منتخباتنا ألف وباء من تحقيق الفوز في 3 مباريات. ففي المباراة الأولى تمكن الفريق ألف الذي يمثله أحمد الحسني وهود الجلبوبي من الفوز على مستضيف البطولة المنتخب المغربي باء بنتيجة شوطين دون مقابل. وفي مباراة أخرى جمعت الفريق أمام منتخب البحرين ألف، ألحق منتخب البحرين بمنتخبنا الهزيمة الأولى بشوطين مقابل شوط واحد، وتمكن الفريق باء المكون من مازن الهاشمي ونوح الجلبوبي من الفوز على منتخب الأردن باء بنتيجة شوطين دون مقابل. وفي المباراة الثانية عاد الفريق وتمكن من الفوز على منتخب مصر ألف بنتيجة شوطين نظيفين. قدم نادي بالميراس البرازيلي في مؤتمر صحفي مدربه الجديد المدير الفني لمنتخب البرازيل السابق لويس فيليب سكولاري مدربا بمدينة ساو باولو. وقد تطرق سكولاري في المؤتمر إلى ما حدث أثناء قيادته للمنتخب البرازيلي في مونديال 2014، حيث تجرع البرازيليون مرارة الخسارة من المنتخب الألماني بنتيجة 7 أهداف مقابل هدف، ورغم حصوله على لقب مونديال 2002 مع البرازيل، إلا أن ذلك لم يشفع لسكولاري حيث أخذ الكثير من اللوم بعد الخسارة أمام الألمان. وقال سكولاري أنه حصل على 3 عروض لتدريب منتخبات وطنية، لكنه فضل أن يعود لفريق بالميراس للمرة الثالثة للفريق الذي قاده في أكثر من 400 مباراة، موضحا أنه لم يهتم بالانتقادات الموجهة له. الجدير بالذكر أن عقد سكولاري يمتد مع بالميراس حتى عام 2020. أعلن برشلونة الإسباني عبر موقعه الإلكتروني أنه توصل لاتفاق مع بايرن ميونخ الألماني لضم لاعب الوسط تشيلي أرتورو فيدال، حيث وافق فيدال على الانضمام للنادي الكتالوني وسيوقع على عقد لمدة 3 أعوام في حالة تجاوزه للفحص الطبي في الأيام المقبلة حسب تصريحات برشلونة على موقعه في الإنترنت. وتم الإعلان وسط استغراب كبير، خاصة أن فيدال تدرب يوم الأمس مع بايرن ميونخ في بافاريا. يذكر أن فيدال انضم للبايرن قادما من يوفنتوس الإيطالي عام 2015، حيث فاز بالدوري الألماني في المواسم التي لعب فيها. وعلى مستوى المنتخبات ساعد فيدال منتخب تشيلي في الفوز بلقب بطولة كوبا أمريكا عام 2015.
تأهل الإيطالي فابيو فنيني إلى نهائي بطولة لوس كابوس المفتوحة للتنس في المكسيك بعد تخطيه البريطاني كاميرون في نصف النهائي، حيث تمكن فونيني من التغلب على البريطاني كاميرون نوري بالمجموعتين وبواقع 6-4 و6-2. وسيلاقي فونيني في النهائي المصنف الأول الأرجنتيني خوان مارتون دي بوترو الذي لم يخيب التوقعات، وتأهل إلى نهائي البطولة بفوزها على دامير من البوسنة والهرسك بواقع مجموعتين 6-3 و7-6. سجل سائق ريسول هوندا داني المعتزل بنهاية الموسم الحالي أسرع زمن في حصة تجارب سباق المرحلة العاشرة في الموسم سباق جائزة التشيك الكبرى للدراجات النارية موتو جي بي، حيث سجل بيدروسا دقيقة و55 ثانية و975 جزءا من الثانية، وبلغ درجة حرارة الإسفلت على الطرقات 50 درجة سيليزية. أما ثاني أسرع زمن فسجله الإيطالي دانيلو سائق ألما بارماك متأخرا عن بيدروسا بفارق 123 جزءا من الثانية، وحل مواطن بيدروسا ألفارو من فريق دوكاتي ثالثا على قائمة أسرع السائقين في فئة التجارب الأولى. وفي فئة التجارب الثانية سجل الألماني مارك أسرع زمن وهو 2:03:118 جزءا من الثانية. النشر الرياضي انتهت، عودة إلى أحمد ومزيدا من أخبار العاشرة، فتفضلوا بالبقاء معنا. شكرا عبد الله. في تشيلي يعد وادي تايرا الواقع في صحراء أتاكاما بمنزلة معرض للرسوم الجدارية في الهواء الطلق، حيث يضم مجموعة من رسوم لحيوانات مختلفة رسمت قبل حوالي 3000 سنة. قبل قرابة 3000 سنة نحت رعاة ومسافرون الصخرة في وادي تايرا الواقع في صحراء أتاكاما، جعلين من هذا الموقع مركزا لفن الرسوم الجدارية في تشيلي. المحطة الأبرز في هذا المعرض موقع أليرو تايرا الذي يضم مجموعة من رسوم حيوان اللاما. حيوان اللاما لعب دورا هاما ليس فقط على الصعيد الاقتصادي لمجتمعات أتاكاما على مر القرون والألفيات، بل أيضا كان جزءا من الطقوس في جميع الاحتفالات الهامة في منطقة جبال الأنديز. هذا الحيوان المنتشر في كل منطقة جبال الأنديز كان لآلاف السنين مصدر الغنى الرئيسي لسكان أكثر صحارى العالم قحلا، وتمثل 90% من الرسوم حيوانات اللاما بالأصفر والأبيض والأحمر وبأحجام مختلفة صغيرة وكبيرة وهي ترضع أو تتحرك. في الماضي لم يكن أجدادنا يعرفون الكتابة، لذا تركوا لنا هذه الرسوم بمثابة وصية، فنحن لم نتوقف يوما عن تربية حيوان اللاما. وتتمنى جماعة السكان الأصليين في تايرا أن تجعل من هذا الموقع قبلة سياحية مستدامة ومنظمة. ختام نشرة العاشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. بمباركة سامية تدشين مسار الناشئة في البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب. جامعة الدول العربية تدعو لوضع ميثاق شرف لممارسي العمل الإعلامي في العالمين العربي والإسلامي. استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بجراحه في مسيرات العودة وكسر الحصار بقطاع غزة. شكرا لكم على حسن المتابعة، هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار، وإلى اللقاء. We'll be right back.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى النشرة الجوية. من خلال آخر الصور الجوية مباشرة أو بداية مع بحر العرب، حيث سحب الموسمية تكون حاضرة عموما على شمال ووسط بحر العرب. أجواء السلطنة في مجملها تبدو مستقرة وخالية من السحب، عدا بعض السحب التي تكون حاضرة على سلسلتي جبال الحجر. أيضا منطقة شبه الجزيرة العربية تبدو خالية من السحب، عدا بعض السحب التي تكون حاضرة على اليمن. مشاهدينا الكرام، تفاصيل أكثر لأجواء النهار القادم وبداية مع حركة الرياح من الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد. الرياح في مجملها تبدو جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة بحدود 20 إلى 30 عقدة. البحر بالتالي على الساحل يبدو هائج الموج، أقصى ارتفاع له 4 أمتار، والرطوبة النسبية تتراوح ما بين 60 إلى 95%. محافظة مسندة مشاهدينا الكرام تشهد رياح عموما متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة بحدود 5 إلى 10 عقد، بالتالي البحر هادئ الموج أقصى ارتفاع له 1.25 متر، والرطوبة النسبية تصل إلى 80%. شمالية شرقية على سواحل السلطنة مطلع على بحر عمان، معتدلة السرعة بحدود 10 عقد، بالتالي البحر هادئ الموج أقصى ارتفاع له 1.25 متر، والرطوبة النسبية تصل إلى 75%. تفاصيل الأجواء للنهار القادم بداية من العاصمة مسقط، حيث الأجواء المستقرة والخالية من السحب والعظمى 39 درجة مئوية. بعض السحب تكون حاضرة على سماء رستاق والعظمى 43 درجة مئوية، بينما تبقى الأجواء مستقرة على صحار ودرجات الحرارة عند نهاية 30 وعند مطلع 40 على محافظة مسندم في خصب ضمن أجواء صافية ومستقرة. شمال الشرقية مشاهدينا الكرام وبعض السحب المطرة تكون حاضر النهار القادم ودرجات الحرارة عند مطلع 40، كذلك والحال في محافظة الداخلية في نزوة وجبل شمس درجات الحرارة تصل إلى 25 درجة مئوية ضمن أجواء غائمة جزئيا. أجواء مستقرة على محافظة الظاهرة ومحافظة البريمي ودرجات الحرارة تبقى عند مطلع 40. إلى محافظة ظفار، وسحب الخريف تكون حاضرة على سواحل محافظة ظفار ودرجات الحرارة تبقى عند نهاية 20 وعند منتصف 30 على تمريت مع فرص الانتشار وتدفق لبعض السحب. كذلك والحالة على هيمة ودرجات الحرارة تصل إلى 42 درجة مئوية. إلى مناطق جنوب الشرقية وجزيرة مصيرة وبعض السحب تكون حاضر النهار القادم، درجات الحرارة عند مطلع 30 وعند نهاية 20 على الأشقرة مع فرص الانتشار وتدفق لبعض السحب. إلى ولاية صور ودرجات الحرارة تبقى عند مطلع 40 وبعض السحب تكون حاضر النهار القادم. أشكر لكم حسن المتابعة مشاهدينا الكرام وإلى اللقاء.